السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان، وما زالت جولتنا مستمرة في العروض الأسبوعية في الدانوب من يوم 25 مايو إلى يوم 31 مايو. والفيديو بتاعنا الجديد دلوقتي عن أسعار الدجاج اللي نازلة، العروض اللي نازلة في سادية 1000 جرام نازلة من 21.25 إلى 17.5، 17.5 اللي هي سادية 1000 جرام، 1000 جرام في سادية اللي هي وزنها كام، 1200، نازلة من 23 ريال إلى 18 ريال أو 17.95 ريال هللة، هي اللي هي 1200 سادية دجاج مجمد. في برضو 1200 اللي هي البريدكس، 1100 بريدكس نازلة من 20.75 ريال هللة إلى 17.5 ريال، إلى 17.5 ريال اللي هي 1100 بريدكس. دي في كده 3 عروض على سادية وعلى بريدكس. في برضو نازل عروض على سادية اللي هي سادية أفخاد دجاج وأجنحة، الاتنين حبة نازلين من 33 ريال ل 19.95 ريال هللة، اللي هي أفخاد دجاج نازل الاتنين حبة ب 19.95 ريال هللة، والوزن بتاعها 900 جرام، يعني الواحدة نازلة ب 10 ريال، تتحسب ب 10 ريال. في برضو الساتية اللي هي صدور دجاج، صدور دجاج 450 جرام اللي هي الفليه، يعني اللي هي من غير عظم وجلد، نازلة الواحدة من 22 ريال إلى 14.95 ريال، 14.95 ريال هللة، 450 جرام وزن الحبة منها. في عروض برضو على البرجر اللي هو الامريكانا، نازل برجر امريكانا الدجاج نازل من 30 ريال الى 18.95 ريال هللة، برجر دجاج امريكانا، طبعا هو الحجم بتاعه كيلو. نشوف بقى الدجاج اللي هو الطازة، العروض اللي هي على الدجاج الطازة. في الشركات اللي هي عاملة عروض اللي هي الفروج الذهبي، شركة الفروج الذهبي وشركة التنمية زي كل أسبوع. الفروج الذهبي عامل عرض على صدور دجاج الفليه اللي هي 450 جرام ب 19.95 ريال هللة، اللي هي 450 جرام نازلة من 21.95 ريال هللة. في بقى في حاجات كده في الفروج الذهبي اللي هو الماندي 14.5 ريال، 650 جرام، البروست ب 27.95 ريال هللة اللي هي 1000 جرام، في البروست الحار 27.95 ريال هللة والبروست العادي، في الشاورما 18.95 ريال هللة، الشاورما 400 جرام، في فروج ذهبي بالفلفل والليمون 16.5، في المتبل، الفروج المتبل ده ب 600 جرام ب 15.90 هللة. في برضو عروض على اللي هم كاتبينه فوق خالص ده اللي هو 450 جرام اللي هو الفليه الدجاج 450 جرام ب 19.95 ريال هللة، شايفين ناس واخده منه كمان اهو. في الكبده، كبده الدجاج اللي هي الفروج الذهبي ب 4.95 ريال هللة بدلا من 6.5، كبده الدجاج الطازه. في القلوب برضو، القلوب ب 350 جرام ب 4.95 ريال هللة، القلوب والأوانس برضو ب 4.95 ريال هللة، الأوانس والقلوب والكبدة اللي هي الفروج الذهبي بسعر 1.450 جرام. في هنا برضو عروض على الدجاج اللي هو الكامل، الدجاج الحبة الكاملة، فيه الألف ب 16.95 ريال هللة، 16.95 ريال هللة الألف، والألف ومية ب 17.5، يعني انت هتلاقيها فرقها كلها نص ريال. في القطع المشكلة، القطع المشكلة ودي خلصت مش موجودة، 10.25 ريال، القطع المشكلة وزنها 900 جرام، نازلة من 15.75 ل 10.25، في الألف ومتين ب 17.95 ريال هللة،
17 ريال، 95 هللة، دي العروض كلها اللي هي على الفروج الذهبي. في عروض التنمية، عروض التنمية اللي هي الدجاج الفليه اللي هو من غير عظم وجلد، ب450 جرام، ب21 ريال ونص، في الفروج الذهبي ب19 ريال، 95 هللة، يبقى أنا الفروج الذهبي أفضل. فيه القطع الكبدة ب5 وربع، اللي هي كبدة الدجاج التنمية، و450 جرام. برضه في الدجاج الحار المتبل ب16، 25 هللة، وده 600 جرام، اللي هو المتبل اللي قدامنا 600 جرام، 16 ريال، 95 هللة. في القطع 450 جرام قطع أو سيقان ب8 ريال ونص، 8 ريال ونص، والكبدة احنا قلناها ب5 ريال وربع. في الدجاج الكاملة بقى، الحبة الكاملة اللي هي 1100 ب19 ريال ونص، 19 ريال ونص. يعني الفروج الذهبي أفضل بكتير من التنمية. هنا 1100 ب19 ريال، 95 هللة. في برضو 1000 بس ب17 ريال، 95 هللة. 1000 بس ب17 ريال، 95 هللة. دي عروض التنمية، دي كل العروض اللي هي موجودة على شركة التنمية. في بقى شركات تانية الأسعار بتاعتها من غير عروض، زي مثلا إنتاج احنا هنشوف الحبة الكاملة اللي هي 919 ريال، 919 ريال من غير عرض، 19 ريال، يعني مش واضحة شوية. في 1000 ب21 ريال وربع، 1000 في الإنتاج ب21 ريال وربع، 21 ريال وربع. في الدوحة 1200 ب20 ريال، 1200 ب20 ريال في الدوحة، وال1100 ب18.75، 18.75. أسعارها حلوة الدوحة مقارنة يعني بالباقي. الوطنية 1000 ب20، 95 هللة، 1300 ب21 ريال، دي الوطنية 1300 ب21 ريال. في رضوى أسعار دجاج رضوى 1100 ب21 ريال وربع، 21 ريال وربع، اللي هي رضوى 1100 ب21 ريال وربع، وال1000 ب21 ريال وربع، برضو نفس السعر، 1200 ب22 ريال ونص، دي اللي هي رضوى، دي اللي هي رضوى. اليوم 900 ب20 ريال وربع، 900 ب20 ريال وربع، الكام مش عارف دي ايه، دي مش باينة، 800، دي 800 ب19 وربع، 800 ب19 وربع. في عندك الألف ب21 ريال وربع، الألف ب21 ريال وربع في اليوم، دجاج اليوم الألف ب21 ريال وربع. دي أسعار الدجاج الحبة الكاملة. هنشوف بقى برضو، نصور الصدور، نشوف الحاجات برضو المجمدة. في صدور الدجاج الطرية اللي هي داري، الاتنين كيلو ب54 ريال، 95 هللة، داري. في صدور داري 2 كيلو ب54 ريال، 95 هللة، اللي هي الصدور المجمدة الخالية من العظم. ده العرض اللي نازل على الصدور، في البط برضو، بط داري، البط اللي هو داري اللي هو الاتنين كيلو نازل ب52 ريال، 95 هللة، 52 ريال، 95 هللة، بط داري. في برضو هنا مفروم بقري، ده نازل على 3 ريال، 95 هللة، 3 ريال، 95 هللة. دي كل الأسعار اللي هي خاصة بالدجاج. نشوف أسعار البيض، في عندنا البيض هنا اللي هو رحيمة ب21 ريال، 95 هللة، اللي هو رحيمة ب21 ريال، 95 هللة. في البيض اللي هو الغربية ب21 ريال، 95 هللة برضه، 21 ريال، 95 هللة. يعني هنقول مثلا 22 ريال، 22 ريال. في ب20 ريال اهو، او 19 ريال، 95 هللة، اللي هو النوع ده. في نوع هنا باسمه صحة، اسمه هنا صحة،
نوع اسمه صحة ب20 ريال أو 19 ريال 95 هلل. في عافية، عافية ب21 ريال 95 هلل. عافية يعني كله هنا على 22 ريال، ما عدا صحة على 20 ريال، ما عدا صحة ده على 20 ريال. دي أسعار البيض. وفي اللي هو في العلبة البلاستيك ده اللي هو رحمة ب22 ريال برضه، 22 ريال. دي كل أسعار البيض الموجودة في الدنوب لحد إن شاء الله يوم 31 مايو. كده احنا عملنا فيديو للدجاج والبيض، العروض الموجودة لحد يوم 31 مايو. بنختم معاكم الفيديو ده، إن شاء الله نشوفكم في فيديوهات أخرى. انتظرونا ان شاء الله في عروض تانية وفي فيديوهات تانية في الدنوب. نخلص بقى العروض ان شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.